هنا وبهذا البيت تم الطباعة وسحب بيان أول نوفمبر 54900 بقرية إغيل إيمولا بولاية تيزي وزو. وما تشاهدون هو نص البيان مطبوع على صفحات من النحاس باللغات العربية الأمازيغية والفرنسية. اختيار القرية لطبع ونسخ بيان أول نوفمبر لم يكن اعتباطيا بل كان عملا مدروسا. ستة هذوك نتاع الكوميتي اكزيكوتيف بي اف ال ان خيروا فيلاج إغيل إيمولا باسكو هنا اللي يديروا حاجه وفرنسا ما تسمعش. سيكوريتي ابسولي خيروها اكسبريس. شكون خيرها؟ كريم بلقاسم. باسكو كريم بلقاسم كان يجي قبل 54 كتبوا ديجا دابور قبل فوق لا داكتيلو لا مينوت في السنسيل والستنسيل ومن بعد جابوه هنا. جابوه هنا باسكو هنا كاين تريسيتي قالوا لنا تجبدوا طومبولا وديروا البروي. سي ان سامبول تاع دارت كاري المولا وتسامحنا الفلاس واسا دارت كاري المولا باسكو هذاك التاريخ يا قزرني لكل شعب الجزائر باللي سي غير المولا ذا القريه سي القرى تمرث القبايل ساهمت سواطاس باش كنا تحار تمرثكي. نلويزا ما زالت تحتفظ ببيتها بالآلة الكاتبة وآلة الرونيو التي استعملت في طباعة هذه الوثيقة التاريخية. عرفنا يبريباريو حاجة مي ما قالوناش وشنو حتى نهار الأخر كي خلاص هذاك النهار يروحوا 31 أكتوبر جا زعمو ملاح حمو وخرج ولا قال لي واحد تشاركي معنا العهد قال لي لا بلاص معمره رجال اليوم خلاص واش كنا نخبو غدوة تقدر يقدر تجيب الجدرمية فوق قدام الباب. قال لي خلاص هذا هذا النهار الاخر نتاع تخبية. اليوم وبعد 62 سنة ما يزال البيت شاهدا ومعلما خالدا في الذاكرة الجماعية يروي للأجيال عزيمة شعب ناضل وجاهد في سبيل الحرية. يعتبر بيان أول نوفمبر 1954 دستورا ومرجعا للثورة الجزائرية حيث رسمت بنوده الخطوط العريضة للكفاح الثوري وشرحت للعالم بأسره أسباب اندلاع ثورة التحرير. توجهنا إلى قرية إغيل إيمولا الواقعة في بلدية تيزيم 3 بمدينة تيزي وزو والتي اختيرت من طرف القادة الجزائريين في 1954 لتكون مهد بيان أول نوفمبر وعدنا بذاكرة سكانها إلى تلك الحقبة العصيبة من تاريخ الجزائر. إغيل إيمولا إلى تسينيالي بار كريم بلقاسم أبو ضياف أوسيس ماشي غير بو ضياف مي بو ضياف إلي تي أون تات سي لوي et Boudiaf il connaissait aussi l'Arbi Ben Mehidine et les autres Bétat, enfin tous les six il savait qu'Eghil Eimoula on pouvait compter pour déclencher la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre, si tu déclenches la guerre, surtout la proclamation qu'ils ont décidé de faire avant c'était pour avertir les nations, les autres nations comme quoi que nous ne sommes pas des bandits ou des rebelles ou des terroristes quand ils vont nous appeler par la suite. Non, voilà pourquoi on veut sortir, on veut prendre le maquis pour chasser les Français. Si la France starve bien, ce n'est pas la peine de continuer faire la guerre, de s'entretuer. Il est mat starve, on va la combattre jusqu'à la fin. تمهيدا لانطلاق ثورة التحرير أرسل قادة الثورة الجزائرية الصحفي العشاوي إلى قرية إغيل إيمولا لكتابة وطباعة بيان ثورة التحرير في ليلة 31 أكتوبر 1954 وبشر المناضلون في توزيع آلاف النسخ من هذا البيان عبر التراب الوطني. Ils ont choisi l'Aïchaoui comme journaliste qui devait faire la frappe et la ronéo. Et Kérim Belkacem s'en est occupé personnellement. Djabou l'Aïchaoui, Djabou en voiture, comme si c'était un enlèvement. Bach Wahad Meyarf. Discrétion totale. Dawah dans la maison, la première maison. Derou la frappe. Il fallait une ronio pour tirer les imprimés, le stencil.
Alors, comme il n'y avait pas d'électricité, ils ont pensé à la maison Hadi, où la maison Hadi s'était fait un membre du comité de révolutionnaires. Il dit Rebah. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. ردود فعل المستعمر كانت وخيمة على إغليمولا حيث انهالت فرنسا على المنطقة وسكانها بالهجومات الجوية والبرية قاطعة العهد على تدمير المنطقة كليا لكن هذا لم ينقص من عزم رجال ونساء صمموا على استرجاع حريتهم مهما كان الثمن جمجوهاد خمنانا غاينات نجمع داكي جمانانا دكي بابر فلاشر قدر جمان داكي هضرنا نغداك وإلا قد تخم مايا إلا قد نكون نكاثة في الحقنا إلا قد فرنسا تنسوفا صافي هضرنا نا أين يان فارق كان وثن سلان تيرا داكي فرنسا تيالنا إغيري مولا تودك أذكر زي ميسا دير بو عزيزنا يحون فلان غاقلا نقولاد ضما موش دير قراني نخدم الكلية يرقص صمتوت كل يوم يخمين ويزمر كل يوم يخدم يعني سي نورمال تمورتنا غير قا نخدم غير كان مازال قر ذي الحالة مازال نخدم مرت الأيام والعقود ولا يزال سكان إغليمولا يتذكرون تلك الليلة التي كتبت تاريخ الجزائر وجعلت من قريتهم رمزا من رموز ثورة التحرير المجيدة فالقدامى منهم يتذكرون والشباب يفتخرون أتصن صح أنا فرح يسن مغتحان هل جن سنين بذكر كنت شيء كي أنا مم تو تدرس ناس سائق ما ذني نخسي دحان سنين ما أتصن صح يا رب خسن سن رحمة سن رحمة الجزائر بتشت الإيمان وكذا كذا الخوا إنت ينفع فرنسا ورش المترا قوش أنا الجزائر من سوار سيدما الجزائريين وللحفاظ على ذاكرة الأجيال بادرت السلطات بتسجيل منزل الشهيد ربح إيدير الذي طبع فيه بيان أول نوفمبر 1954 معلما تاريخيا ووطنيا في الجريدة الرسمية رقم 34 اليوم وبمرور 60 سنة لا تزال روح التاريخ تنبض بإغليمولا لتروي للعالم قصة شعب دفع النفس والنفيس من أجل الحرية